فريق الأهلي حقق الفوز امبارح على فريق إيسترن كامباني بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الأهلي والسلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 في بطولة الدوري الممتاز. حسين الشحات سجل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 25، وطاهر محمد طاهر سجل الهدف الثاني في الدقيقة 29، والهدف الثالث كان من نصيب أحمد عبد القادر في الدقيقة 72، والرابع لوليد سليمان في الدقيقة 94 من زمن المباراة، وسجل هدف إيسترن كامباني في رأس عيفية في الدقيقة 75. المسؤولين في نادي إنتر ميلان اتقدموا بعرض رسمي من أجل استعارة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية. نادي برشلونة الأسباني أعلن عن إتمام تعاقده مع بابلو توري لاعب ريسينج سانتاندير اللي بيلعب في الدرجة الثالثة بالدوري الأسباني لفريق رديف خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتعاقد برشلونة مع توري لحد يونيو 2026. ونشر برشلونة على حسابه الرسمي على تويتر صورة جمعت بين توري وخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني. كمان هيواجه فريق برشلونة للرجال والسيدات فريق روما على لقب كأس جوان جامبر يوم 6 أغسطس اللي جاي على ملعب كامب نو. وأعلن نادي برشلونة عن منافسه في البطولة الودية السنوية، ونشر النادي بيان أكد فيه إن روما هيكون أول منافس ليه في الكأس. وتأهل منتخب أوزبكستان لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-0. كمان المنتخب السعودي تحت 23 سنة وصل لنهائي البطولة وهيواجه أوزبكستان بعد فوزه بنتيجة 2-0 على أستراليا. سجل أهداف السعودية حسين العيسى وأيمن يحيى في الدقيقتين 20 و72، وكان المنتخب السعودي الأفضل من بداية المباراة والأكثر إصراراً على الفوز. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لمنة ومصطفى عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليك يا مصطفى.